الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن اللصيص الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله جس میں جو کچھ پڑھا گیا ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ اہلیہ میں قبول فرما اور قبول اور پیش فرما ہمارے آقا اور مولا
حضور احمد المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ مقدس میں اور اس کا ثواب آپ کے وسیلے اور صدقے اور طفیل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نزل و قبول فرمائے خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نزل و قبول فرمائے حضرت علی کرم اللہ الوجه الکریم کی بارگاہ میں نزل و قبول فرمائے حضرت خواجہ امام حسن بصری کی بارگاہ میں نزل و قبول فرمائے سلاسل بسلاسل اس کا ثواب سلطان الہند نائب رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری کی بارگاہ میں نزل قبول فرما حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں نزل قبول فرما حضرت بابا فضل الدین مسعود گنشکر کی بارگاہ میں نزل قبول فرما محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں نزل قبول فرما حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر قریری کی بارگاہ میں نزل قبول فرما حضرت شمس الدین پر پانی پتی کی بارگاہ میں نزل قبول فرما حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کی بارگاہ میں نزل قبول فرما شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبدالاحد مولوی قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی کی بارگاہ میں نزل قبول فرما سلاسل و سلاسل اس کا ثواب حضرت شاہ ابو المالی امبیٹلی حضرت سید شاہ میران بھی اور اس سلاسل کے تمام مشائخ کی بارگاہ میں نزل قبول فرما خصوصیت سے اس کا ثواب حضرت شاہ قطب علی بنارسی اور ان کے سلاسل کے تمام مریدین متعلقین اور خلفہ کی بارگاہ میں نزل قبول فرما کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اس بارگاہ میں قبول فرما لے ان میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کی عزت آبرو اور جان اور مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے مساجد اور ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین